من الحاجات اللي بتقلقني جدا جدا ان يجي زوج او زوجه، وخاصه الزوجات، يجوا يقولوا انا زوجي بيبقى كلامه حلو وجميل قوي 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 طول ما هو بره، لكن انا لما يجي يكلمني ما بيطقش كلامي. وهو يجي يقول دي بتقعد ترغي بالساعات مع مامتها ومع اختها، واحنا لما نيجي نتكلم مع بعض ما نقدرش نكمل مع بعض كلام لمده 3 دقايق. ليه ده؟ لان في الحقيقه العيب مش ان هو بيحب الكلام مع الناس اللي بره وما بيحبش الكلام مع زوجته او العكس، لا، هو الحقيقه ان هما ما فيش بينهم تواصل ودود رحيم. في حاجه اسمها التواصل الرحيم الودود. التواصل الرحيم الودود دوت اللي هو التواصل اللي ما فيهوش عنف. يعني ايه ما فيهوش عنف؟ العنف بس مش ان واحد يضرب واحد، لكن العنف ان الواحد يمنع واحد من انه يقول فكرته، ان هو كمان يحسسه بان هو انسان مش مهم، بانه يمنعه من انه يتم كلامه او ان هو يقول له كلام من تحت لتحت، ويبقى الكلام كله كلام ما فيهوش قول حضره النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمه الطيبه تصدق. هقول لكم حاجه عشان يبقى التواصل ودود رحيم ودود. اول حاجه خلونا نفهم بعض زي ما بنتكلم. محدش فينا يجيب كلام هو في دماغه ويحطه على كلام الاخر وهو بيكلمه. الحاجه الثانيه التفاهم. لازم كل واحد فينا يفهم دوافع الشريك حياته اللي عملها، زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم دوافع السيده عائشه وهي لما كسرت الصفحه بتاعت السيده حفصه، ففهم دوافعها ان هي كانت الغيره، فهي فهمت، ولذلك لما خد منها الصفحه بتاعتها وداها للسيده حفصه ما حصلش اي حاجه، لانه هي كده فهمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفهم ان الدافع بتاعها كان الغيره، ولذلك ما كررتش الكلام ده مره ثانيه واستخدمت اي نوع من انواع العنف في التواصل. الحاجه الثالثه التفاهم. ما ينفعش يبقى في حوار بيننا وما نخرجش بقدر مشترك. لازم عشان نوصل اي حوار يكون بيننا واختلافنا في الراي لازم نخرج بقدر مشترك. الفهم، التفاهم يخلي حوارنا دايما رحيم ودود، ويخلينا دايما في السعاده، ونستطيع ان احنا نستقبل منة الله ومدده والجود.